التوسع العمليات في الضفة الغربية كان الهدف منه بالأساس من قبل الجيش أن يقنع الليكود واليمين الإسرائيلي بأنه لم يتغير في عقيدته القتالية، ليس جبانا كما يتهمونه، لا يريد أن يهرب من غزة كما يتهمونه، إنما هو يريد أن يجري حسابات عسكرية أخرى، ما زال قويا، ما زال يبطش، ولذلك ذهب إلى اتجاه الضفة الغربية وهدد بتوسيع الحرب أيضا باتجاه لبنان. لكن اليوم الجمهور الإسرائيلي لا يقتنع بهذا الكلام، والطريقة التقليدية في التعاطي مع هذا الملف لم يعد ممكنا، ولهذا الانطلاقة الجديدة التي نراها الآن في إسرائيل وهي تأخذ التصعيد وتأخذ الاحتجاج إلى مرحلة أعلى لم يسبق لها مثيل في كل تاريخ إسرائيل بهذا الشكل، هذا جاء بسبب نقطة انعطاف. نقطة الانعطاف هذه أن قتل 6 أسرى أحياء كان ممكن أن يكونوا أحياء الآن وأن يستمروا في العيش، وقرارات نتنياهو قتلتهم.